هذا وشكل ميثاق العمل الوطني لبنة أساسية ثابتة مهدت الطريق لقيام المشروع الإصلاحي الذي يتبناه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بالفعل مريم، فالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أيده الله ساهم في إحداث تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية هدفها الإنسان، إضافة إلى تعبئة الموارد وتنمية القدرات والطاقات الوطنية بالشكل الذي يصب في خانة تحقيق المنجزات داخل مختلف القطاعات الحيوية التي تضمها مملكة البحرين. منذ ذاك الوقت، وتحديدا في العام 1999، السنة التي شهدت فيها البحرين تسلم جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه زمام الحكم في البلاد، والمملكة تحقق الأمنيات والإنجازات تلو الإنجازات، والتي تعاظمت معها الطموحات وارتفع من خلالها سقف الآمال التي ركنت نفسها بين أروقة متنوع المجالات الحياتية الحيوية. ولعل من بين أولى وأهم المنجزات التي بزغ فجر نورها في سماء العهد الزاهر ميثاق العمل الوطني الذي شكل قاعدة ثابتة ورصينة بمحتواها لتمهيد الطريق أمام انطلاق المشروع الإصلاحي الذي تبناه جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لتتضح ملامح رسم موزون زانت بين ثناياه وجه صورة عصرية لكيان مملكة لاقى بها الازدهار والتطور، بل وفصل على مقياسها لتبرز وقتها جملة من التغييرات الجذرية طالت جوانب العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، صورة أظهرت مكامن مكتسبات لم تتوقف، وهي من تتيح للناظر فرصة التوقف عندها. ولمشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي سمات عديدة يتميز بها، كيف لا؟ فهو من كان مدعاة وشكل خارطة طريق لتحديث البنية الأساسية والتشريعية وتنوع الاقتصاد بطبيعته التنافسية وجاذبيته، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية في البحرين. مشروع جاء جالبا للنجاحات وعلى جميع المستويات، ولعل من أبرزها مستوى الإطار المؤسسي والدستوري ومستوى استكمال بناء الدولة الحديثة. وبين هذا وذاك طفت إلى السطح حياة سياسية تقوم على المشاركة والمواطنة والانتماء والهوية الوطنية وتعزيز الحقوق والحريات والواجبات وإعلاء قيمها عند شرائح وجماعات وأفراد المجتمع كافة، إضافة إلى إحداث تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية أساسها وهدفها بناء الإنسان وتعبئة الموارد والقدرات والطاقات، تنمية اتكأت عليها سياسات عامة ساهمت في إنجاز المتطلبات الأساسية في مختلف قطاعات المملكة كالتعليم والصحة والاتصال والإعلام والأمن وغيرها الكثير. المشروع الإصلاحي لجلالة الملك يعد تجربة حافلة بالعديد من الأفكار والمشاريع البناءة المستندة على باقة من المبادئ والأسس التي رسختها الممارسة الفعلية لعديد الخطط والاستراتيجيات التي برعت في إتمامها طاقات وقدرات شعب يقف خلف قيادته ولا يتأخر في تأدية المسؤولية الوطنية الملقاة على كاهله، حتى أصبح رقما هاما في معادلة التنمية الشاملة. فالبحرين بسياساتها المدروسة ركزت على حتمية الاستثمار في الإنسان والاهتمام الدائم بالتنمية البشرية، وذلك قد قاد نحو خلق اقتصاد وطني متنوع وإيجاد مناخ متميز للاستثمار يتسم ببيئة مستقرة حافزة وجاذبة للمستثمرين ماليا وتجاريا وتشريعيا، وتحسين التكنولوجيا للوصول إلى منظومة مؤسسية حديثة. لتلفزيون البحرين.